أما من أغنية دمعة قاطرة، سوري مشاهدينا طبعا انتقتها لكم دمعة فاطرة في قبل، توا حننتقلوا من الأغنية ومن فقرة تراث ليبي لفنان ليبي اخترناه في فقرة نجم الأسبوع. هو شاب صغير في العمر، بدايته كانت مش زي بداية أي فنان شاب، بالعكس بداية مسيرته بطريقة احترافية جدا، وعرف كيف إنه هو يدير ميكس بين الأغاني الغربية واللحن الغربي والأغاني الليبية والكلمات الليبية، وغناها بطريقة شبابية اللي جذبت انتباه كل الشباب ليه، وصل حتى لسبوتيفاي وأنغامي، وكان ترند في المواقع هذا الزوز لفترات معينة، ويعتبر يعني إنه هو أول شاب ليبي في العمر هذا قدر إنه هو يخطو الخطوات الكبيرة والسريعة هذه كلها. تقريبا كلكم عرفتوا أنا على من نتكلم، على نجم أسبوعنا للحلقة هذه اللي هو الفنان الكبير واللي قاعد يحقق في خطوات كبيرة نحو العالمية بهجت. قبل شوية ولكن ضربة الحظ كانت أغنيتها قلبك وين اللي تم توزيعها مع طرف الموسيقار المصري حسن الشافعي اللي آمن بقدرات بهجت واشتغل عليها هلبة في أغنية قلبك وين اللي انشهرت بسرعة ودارت نسبة مشاهدة عالية، خلت محطات عربية تستضيف بهجت للتعريف به للجمهور العربي. فاتوا شهور وأيام أنا في مكان وانتي في مكان، لكن بعد نجاح قلبك وين قام بهجت بالغناء لمدينة اسطنبول وباللغة العربية واللغة الإنجليزية. لما تحس بحاجة نسيت حتى شمعناها، لما تلقى معك حد فعلها وفوطها تحس بمعنى. احتل بهجت الصدارة في موقع سبوتيفاي الموسيقي المعروف على السوشيال ميديا. بهجت فنان نشيط باعتبار. أما توا بعد ما مشاهدينا شفنا تقرير خاص على الفنان الليبي بهجت، نقوله ألو بهجت. تقول مرحبا. مرحبتين بيك، شكرا لاستضافتكم لي. طبعا شكرا لتواجدك انت معنا في حلقتنا لليوم بهجت. انت يعني شاب قاعد صغيرون في العمر وقاعدين يشوفوا لك في خطوات كبيرة قاعد انك انت تتخذها، يعني وصلت لسبوتيفاي وصلت لأنغامي وكنت الكفر ليهم اكتر من مرة بالاغاني اللي قاعد تنزل فيهم. بهجت توا سؤالي ليك، يعني ديما نشوف فنانين لما يطلعوا يا اما يغنوا ليبي يا اما يتجهوا للغربي، كيف خطرت عليك انك انت تدير ميكس بين الالحان الغربيه والكلمات الغربيه وكلمات ليبيه يعني في نص الاغنيه وتكون ماشيه مع الرتم، وبرضه يعني في واحده من الاغاني انت اللي مداير الفيديو الميوزك فيديو بتاعها بنفسك، هذا كله كيف بدأ بهجت؟ انا طبعا اكثر شيء كان بالنسبه لي ككاتب حسيته هيك انترست، كان إن هو إحنا كبرنا كجيل شبه كلنا كبرنا على الإنترنت صح؟ يعني كلامنا تلقيه كله يبدأ مخلط، مرة نحطه كلمة إنجليزي مرة بالعربي مرة بالليبي، فحبيت إننا نحاول نكتب الطريقة اللي إحنا نتكلموا بيها كجيل تربى على الثقافة مفتوحة على الإنترنت، نعرف ثقافات عالم تاني ناس تانية، ونقدر نشوفوا هذا الشيء واضح من فرق بي تي اس زي مالوما اللي قدروا انهم يوصلوا الثقافه متاعهم واللغه متاعهم لل يعني العالميه. ف حبيت نديرها بطريقه هيك زي ما نحسها طبيعيه زي ما الواحد يتكلم، والحمد لله ماشيه لتو. تو بهجت يعني هلبا فنانين طلعوا على الساحه وهلبا فنانين قاعدين يقدموا في اغاني، لكن أنا يعني كبتول ما شفتش ولا فنان اللي طلعوا على الساحة يعني ويكونوا تقريباً حتى في العمر أكبر مني كلهم يغنوا ممكن أكتر المدة الزمنية متاع دخولهم للمجال هذا أكتر، بس ما وصلوش لمواقع يعني زي سبوتيفاي زي أنغامي زي إن سبوتيفاي يديروا معاهم انترفيو أو يحطوهم كفر أو يكونوا ترند أصلاً في مواقع زي هذه. كيف جاتك الفرصة هذه يا بهجت؟ أنا أول 5 سنين من مشواري كان شبه كله ندرس في الوسط الفني ونتعلم إن
كيف اللي يخدم الوسط الفني، من هم الشركات المهمة، الناس اللي في الأماكن المهمة في الشركات، الدول اللي هي فصلتها الشركات هذه. فمثلا أول مرة مشيت للسويد، مشيت قعدت نخبط على الشركات كلهم اللي لقيتهم في جوجل مابس. فطبعا كل مش كلهم حيدخلوك، لكن إن هم يشوفوا شخص يدير في حاجة هذه مش متعودين عليها. فأنا كان أسلوبي كله أن أنا على قد ما نحط مجهود في الكتابة والتلحين والغناء والعزف، أن أنا نحط مجهود أن أنا نتعلم كيف ندير دعاية لروحي كفنان، أن أنا نعرف كيف يخدم الوسط الفني العالمي، وعلى قد ما نقدر نبعث في إيميلات كل يوم بالمئات. أكيد، وهذا الشيء يعني أعطيه تأثير إيجابي جداً بهجت لمسيرتك، وقاعدين نشوف فيك يعني في تطور. بس أمجد سوري بهجت، إنتاج الأغنية الواحدة قداش ياخد منك فترة زمنية؟ على حسب الأغنية، هو ديما هذا الشيء يختلف من أغنية لأغنية. مثلاً إسطنبول كتبتها وسجلتها في 20 دقيقة، وهذه هي كان المقطع اللي استخدمناه في الأغنية الأخيرة. فعلى حسب الأغنية، لكن الفيديو كامل ودعاية، الخطة الدعاية وكذا، فتاخد من شهر لشهرين لو أنت يعني مندير خطة هيك تكون ثابتة. طيب، هل بقى أغاني نسمع فيها ليك؟ طبعا بدأت الأغنية الأخيرة تقريبا اللي مسجلها كانت تحكي على ممكن شاب تم رفضه من البنت اللي أحبها، ويعني ويجيك يوم. هل هذه الأغنية كانت عن تجربة شخصية أو كانت كي كتبتها كي وخلاص؟ لا، لأن الحق كل أغاني متاعي على تجارب شخصية، ومن زمان كي منحبش نواجه الشخص، فأنا الطريقة متاعي نعبر على شعوري أنا نكتبها في أغنية، وبعدين لما نطلعها نقول بهي لو سمعتها سمعتها، كما سمعتهاش الله غالب. لا، هو أكيد رسالتك حتكون وصلتها يعني في الآخر، لأن هذه قاعدة تكون تحصل في انتشار واسع جدا، وهالبناس قاعدين يعني يدعموا فيك، وأنت يعني بهجت من الفنانين اللي ما عندهمش أعداء أو مشاكل على السوشيال ميديا. بالعكس، ديما الانستغرام بتاعك فعال، وديما يعني الطاقات اللي تنشر فيها لمتابعينك إيجابية، فأنا متأكدة يعني أن كل رسائلك وصلوا بشكل كبير الشخص اللي متوجه للكلام هذا. طيب، بهجت غير التلحين والكتابة وهيك، شنو عندك هوايات تانية؟ باين عليك هيك من الكاركتر متاعك أنك أنت شخص أرتستك مهتم بالأرت هلبة. أنا من لما كنت صغير كنت نحسب روحي أني منطلع رسام أو نخدم في ديزني، ندير في كاركترز، ونحب نرسم من زمان، من أنا صغير بدأت بالفن في الرسم. فمنكتبش منرسمش هلبة توا، لكن لما نكسد ولا نبدأ مركز هيك نلقى روحي أني نرسم. وطبعا أكثر حاجة نرسم فيها هي كانت عروسة البحر. فهذا علاش نبدأ مرات نحط فيها في الانستغرام تاعي ولا في لقاءات في الخلفية تبدأ. فالرسم نقول هي ثاني أكبر هواية لي. طيب، توا من الهوايات ومن الأعمال السابقة، نبي منك يا بهجة تصريحات على الأعمال اللي أنت بصدد أنك أنت تطلعهم لنا، باش يعني زي ما نقوله تكسر السوشيال ميديا وتكسر يعني السحابة، لأن كل أغنية تطلعها يعني ما شاء الله توصل ترند، ونلقوا الناس كلها قاعدين يديروا لها في ريبوست وينشروا فيها، وبدأت تكون يعني مميزة جدا. شنو مجهز لنا بهجت؟ الحق قاعد أنا توا في فترة، عرفتي الوضع في العالم توا خلى الناس كلها تضطر أن هي تقعد في الحوش، وأن مثلا حصلت في مالطا قبل ديما نمشي نسجل في السويد، لكن طبعا موتي هلبة أعمال أنا، وغير توا قاعد نبي ندير لها خطة ونمشي عليها بعدين. لكن إن شاء الله السنة هذه مازال في أعمال جاية، ونحاول على قد ما نقدر أن كل عمل يكون أجدد من العمل اللي قبله ومختلف، وما نبيش نعود نفسي مرتين. أي يعني الأعمال الجديدة حتكون تحكي نفس الشيء على الحب أو على الحبيبة أو هيك، أو في حاجة مختلفة حنشوف فيها بهجت؟ بتاع شيء حيصدمنا هيك حنقوله إنه نووي بهجت قاعد يعني يتكلم على الموضوع هذا في أغنيته. أنا كل الحاجات اللي نكتب عليها تكون حاجات نمر بيها وتأثر فيها كإنسان، فأكيد الشهور اللي فاتوا خلتنا
زي ما تقولي تتعمق أكثر في نفسك. أيوة تتعمق أكثر في نفسك وفي الماضي متاعك وشن وين وصلت وشن لقيت روحك لما ما عندك شيء تدير عشان قاعد تدير. فأكيد في هلبة جوانب نبي نكتب عليها جديدة ما كنتش مركز فيها قبل. توا بهجت نبي منك نصيحة لكل الفنانين اللي نقدر نقوله الصاعدين اللي عندهم موهبة عزف عندهم موهبة غناء صوتهم حلو، كيف شن هي الخطة اللي ممكن انك انت تنصحهم يمشوا مع عليها باش يوصلوا ويحققوا اللي حققه بهجت او حتى قريب منه ان شاء الله حتى احسن منه نتمنى. طبعا نصيحتي لاي شخص ان هو عنده موهبة هو انه يآمن بنفسه اكثر من ما اي حد يآمن به، لان لو انت ما تأمنش بنفسك مش هتقدر تقنع اي حد بحداك ان هو يآمن بيك. هذا أول شيء. ثاني شيء إن الشخص دي ما يخدم على موهبته ويطور من نفسه كل يوم ويكون عنده ناس عنده فيهم ثقة يعطوا له نصايح كن بقولي إرشاد، يعني مش إن هو تحطيم أو شيء سلبي. وثالث شيء إن هو يكون يدرس في الوسط الفني ويعرف الوقت هذا منعرفش بعد 5 سنين بعد سنة شن هما الأبليكيشنز الموجودات المهمة من الناس اللي تخدم فيها الإيميلات اللي يقدر يبعث لها الأغاني متاعها ويثابر يثابر يثابر الصبح وليل وما فيش شيء أكيد مستحيل. طبعا أنت بهجت من الفنانين الشباب اللي بيين اللي رغم صغر سنك قداش عمرك بهجت؟ هذا السؤال مني أنا جي خاطري نسأل. لا لا أنا قاعد أنا 24 يعني ما شاء الله 24 سنة وصل لسبوتيفاي وأنغامي وهيكي يعني شوية تانية بهجت نبدو خلاص ما عادش نقدر نحصله نديره معاك انترفيو. لا 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 هذا الشيء ما يصير الشيء هذا حتقعد ديبا بهجت المتواضع الشخص اللي ينشر في طاقات إيجابية في محيطه وفي كل مكان. أكيد أنا أهم شيء بالنسبة لي إن أنا نبي نغير صورة الناس ونعطيهم صورة إيجابية علينا وعلى بلادنا، وأكيد كلنا قاعدين نحاول ندير في المجهود هذا وأنت أكيد يا بتول حتى أنت ديما تدعمي فيها من وسط قلبك والمواهب الليبية وهذا الشيء واضح حلبة، وإن شاء الله مع بعضنا نقدر ندير الحاجة هذه وبعد 30 سنة نوقف كلنا مع بعض ونشوف المجهود اللي درناه وشني ورلان أو شني دار بعد والفرق اللي حيصنع إن شاء الله يا رب. هذا أكيد. طبعاً حب نشكرك هلبة بهجت إنك أنت كنت معي اليوم ونورتني جداً ومبسوطة بالتصريحات اللي أنت أعطيتها، ونأكد لك أني أنا وحتى جمهورك اللي حيشوف الانترفيو هذا حيبدو يعني ينقوا عليك باش تطلق العمل الجديد متاعك بأسرع وقت. إن شاء الله. شكراً بتول لصدفتكم والقناة وعد، ولابسين إحنا زاز أورنج من غير ما نندروا. إيه يعني شوف الصدف يا محسن الصدف. شكراً جداً ليك بهجت، وأكيدة حتكون لنا استضافة تانية ليك من بعد ما تطلق أعمالك الجديدة باش تصرح لنا حتى على كيفية يعني العمل عليهم كيف كان، وبعدها يعني نبي تصريحات منك أكثر على الأعمال اللي حتنتجها. اليوم كنت بخيل جداً على برنامج فلاش باك يعني ما عطتنيش أي تفاصيل توهتني. لا لا إن شاء الله مرة جاية لما يكون الوضع أحسن يكون كل شيء واضح نعطيكم أنتو أكيد الحاجات الحصرية. أكيد. شكراً جداً ليك بهجت. شكراً بتقول.